السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس منهج هذا العام. سنتحدث اليوم عن قصة طموح جارية، قصة بتحكي تاريخ مصر في عصر الدولة الأيوبية كما تعودنا في الفصل الأول، وكما عرفنا أن بطل القصة شجر الدر ونجم الدين. انتهينا في الفصل الثامن من الترم الأول أن نجم الدين أراد القضاء على جميع أمراء بني أيوب المتنازعين المتطاحنين على السلطان والملك، وعلى رأسهم داوود حاكم الكرك، إلا أن شجرة الدر بحنكتها التي عودتنا عليها خلال الفصل الدراسي الأول أنها أشارت على نجم الدين بألا يفعل ذلك حتى لا تكون حركة عامة تمكن داود من أطماعه، وأشارت عليه أن يأخذ الأمراء واحدا تلو الآخر، وأن يرسل إلى داود من يوهمه بأن نجم الدين سوف يقبض عليه فينخلع فؤاده ويعود من حيث أتى إلى قلعته بالغرق. طيب، هنبدأ في وصف الأحداث التي تدور في خلال تلك الفترة من ضعف وهن. فنجد أن الشعب العربي كان غاضبا جدا للفرقة والانقسام والخلاف الناشب القائم بين أمراء دولة بني أيوب، مما أدى إلى ضعفها وفرقتها. وكان الشعب العربي ينظر بحرقة وبحسرة على تلك القوة المهدرة، قوة عربية جبارة إذا اتحدت استطاعوا أن يهزموا التتار ويهزموا الفرنجة بكل سهولة ويسر. فنتيجة للصراع الحائر الدائر بين حكام وأمراء وملوك دولة بني أيوب أدى ذلك إلى الضعف والوهن بسبب الحروب التي كانوا يخوضونها فيما بينهم لينتزع كل من الآخر مدينته أو بلدته التي يحكمها، طامعا في أن يهب من وراء ذلك إلى تحقيق ثروة ضخمة. وكما علمنا في الفصل الأول أن الملك العادل هو سيف الدين ابن سوداء بنت الفقيه أضاع ثروة مصر ووزعها على حاشيته وأمراء بني أيوب المتقربون إليه بالجواري والنساء، وخالف ذلك حتى يحققوا ثروة طائلة. وأن نجم الدين أعاد هذا المال عندما هاجم بيوت حاشية داود وسجن الأمراء وأعاد المال مرة أخرى إلى خزائن الدولة. فيغضب الشعب العربي لهذه الفرقة والانقسام، مما أدى إلى قيام جمعيتين سريتين، إحداهما في مصر والأخرى في دمشق. دمشق التي سيطر عليها الصالح إسماعيل، ووصف بعد ذلك بأنه الطالح إسماعيل لما سيفعله من مساوئ ستضر بالبلاد وتسمح للفرنج بدخول البلاد. فغضب الشعب لهذه الفرقة وتكونت جمعية من المخلصين في القاهرة وفي دمشق. هنتحدث عن جماعة الإصلاح والوحدة في القاهرة وجماعة الإصلاح والوحدة في دمشق. كان من البارزين في جمعية القاهرة، وده كان واضح منذ الفصل الدراسي الأول، وهو أبو بكر القماش. أبو بكر القماش تاجر مصري يتمتع بصفة الشهامة، خصص جزء كبير من ثروته الواسعة الكبيرة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار لأرجاء هذا الوطن. وكان له دور كبير في عودة نجم الدين وتهيئة العودة له إلى مصر مرة أخرى، كما كان من البارزين في جماعة الإصلاح والوحدة في جمعية دمشق العلامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ذلك العالم الجليل الكبير الذي زاع صيته واشتهرت صراحته وإقدامه وتمسكه بالحق في مواجهة المخطئين بأخطائهم، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يقول الحق ولا يخشى أحد. وكان الاتصال بين الجمعيتين مستمر، وكانوا على اتصال دائم فيما بينهم. وكان الاتصال دائم مستمر بين الجمعيتين إلى أن تولى نجم الدين مقاليد ملك مصر. تغيرت تلك السرية التي كان يتبعها أنصار هذه الجمعية التي كان يتزايدون بعد
يوما بعد يوم، وجهرت جماعة الإصلاح والوحدة في مصر بدعوتها، ولقت تأييدا من السلطان ومن شجر الدر. أما جمعية دمشق ظلت على حالها في سرية تامة، لأن الملك الذي كان يحكم تلك البلاد هو الصالح إسماعيل، ملك ظالم لو علم بما تدور تلك الجمعية من أنصارها واجتماعاتها لقضى عليهم. طيب، كانت شجرة الدر على صلة وثيقة بهذه الجمعية أيام كانت بدمشق، وزادت تلك الصلة وزادت العطاءات والهبات عندما جاءت إلى مصر، كما أنها لاقت تأييد سلطان نجم الدين ودعم تلك الجمعية ودعم جهودها. ولكن شجرة الدر لم تكتفي بدعم هذه الجمعية فقط، بل حاولت التقرب إلى الشعب بمنحه العطاءات والهبات الكثيرة، وكانت ترعى المحتاجين، وكانت تعطف على البائسين، كما كانت شجرة الدر لا تترك مناسبة حتى وسعت على الشعب ووسعت على كل من يمر بضائقة حتى تزال هذه الضائقة ويصير في فرج ويسر. وكانت لا ترد من يطلب منها طلب. كمان شجرة الدر لم تنس سيدات مصر، فوطدت علاقتها بهن وازدادت محبة وثقة من قبلهن، كما أن السلطان نجم الدين اجتهد في إصلاح البلاد. نجم الدين عندما تولى مقاليد ملك مصر عمل على إصلاح البلاد، ثانيا رد المظالم إلى أهلها، ثالثا ثبت قواعد المملكة، رابعا عمر ما أفسده العادل وحاشيته. يبقى ما مظاهر إصلاح نجم الدين في مصر؟ عمل على إصلاح البلاد ورد المظالم إلى أهلها وتثبيت قواعد المملكة وتعمير ما أفسده العادل وحاشيته. ولكن تلك السياسة الرشيدة لم ترق، يعني لم تعجب أعين الحاقدين الذين عملوا على هدمها، الذين كانت لهم أهداف أخرى في الوصول إلى الملك وتحقيق ثروات ضخمة. ولكن السلطان نجم الدين لم يكن غافلا عنهم وعن هؤلاء الحاقدين، فكانت له عيونه التي كانت تنقل له الأخبار. فنجم الدين له رجال مخلصون يأتون له بالأخبار أولا بأول، فلما تأكد ما لديه من حقائق أن هؤلاء الأمراء يدبرون له المكائد ويعملون على هدم استقرار وأمن مصر، قرر الخلاص منهم، فقبض عليهم، صادر أملاكهم وأموالهم، وقتل عددا منهم. ومن لم يدركه نجم الدين، أي من لم يحصله نجم الدين ويقبض عليه، فر إلى دمشق والتجأ بالصالح إسماعيل. لماذا التجأ بالصالح إسماعيل؟ لأن الصالح إسماعيل غريم نجم الدين، هو عمه أي نعم، ولكنه لا يعترف بتلك القرابة أمام مصلحته الشخصية. وخرج داود خائفا كما أشرنا في بداية الفصل عندما علم بأن نجم الدين سيقبض عليه، فانخلع فؤاده وخاف أن يصنع به نجم الدين ما صنع به الأمراء، وعاد إلى الكرك ومعه الداهيتان ورد المنى ونور الصباح ورأس الأفعى سوداء بنت الفقيه. وحينما علم الصالح إسماعيل بما صنعه السلطان نجم الدين أيوب بالأمراء، وأنه يستعد هو وجنوده للقضاء على الصالح إسماعيل، استعد هو الآخر بالجنود والأسلحة والزخائر والسفن الحربية، وأيت أمره على مبادرة نجم الدين قبل أن يسير إليه. فارتكب جريمة كبرى بأنه اتفق مع الفرنج وعقد اتفاقا على أن ينصروه ويساعدوه على نجم الدين مقابل أن يتيح لهم البلاد يورد البلاد ويقدمها ثمنا لتلك المعاونة. وعقد اتفاقا معهم كما أشرنا على مساعدته على صاحب حمص وحلب. فهجم الصالح إسماعيل على حمص وحلب. هذا الخبر العجيب طار إلى مصر
فهبت أعضاء جمعية القاهرة يصرخون بالناس والمسلمين ويدعونهم إلى الجهاد، فتطوع العديد بالأنفس وتطوعوا بالأموال لمحاربة عدو الله الطالح إسماعيل. كما أن شجرة الدر زادت من الهبات والعطايا لهذه الجمعية في تلك الفترة، فزاد نشاطها وحركتها، كما نشط الأغنياء أيضا يتبرعون بالأموال الضخمة في سبيل الجهاد. أما دمشق كانت تغلي كما يغلي الماء على المرجل في المرجل من شدة النار المشتعلة في الصدور. وزاد هذا الغليان أن جهر العالم الإسلامي عز الدين بن عبد السلام بفتوى بتحريم بيع السلاح وقطع الدعاء للصالح إسماعيل بعد صلاة الجمعة. كان من المعتاد أن يخطب الإمام الجمعة، وبعد أن يخطب يدعو إلى السلطان وحاكم البلاد، فقطع الدعاء للصالح إسماعيل وقال أن من يبيع السلاح للعدو فهو آثم ومرتد وخارج عن الملة. بعدما دخل الفرنج واشتروا الأسلحة وأدوات الحرب وكانوا يبحثون عنها في كل مكان، وباع أصحابها تلك الأسلحة بغالي الأثمان. تخيل أنهم العدو يأتي إلينا ليشتري لنا السلاح، ثم يأخذ هذا السلاح لكي يحاربنا به مرة أخرى، مما اضطر الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى الجهر بدعوته وفتواه على منبر الجامع الأموي بدمشق، وقال أن الملك الذي يبيح بيع السلاح هو خارج عن دين الله، ناشز، يعني بيشز عن الجماعة، بيبتعد عن الألفة والقوانين التي يضعها الإسلام، لا يصلح أن يكون ملكا للمسلمين. ثم قطع له الدعاء كما أشرنا في خطبة الجمعة. لما علم الصالح إسماعيل بتلك الفتوى وهو كان خارج البلاد آنذاك في ذلك الوقت، أمر باعتقال عز الدين بن عبد السلام، ولكن أنصار الشيخ ثاروا على إسماعيل، تظاهروا عليه، مما اضطر الصالح إسماعيل بالإفراج عنه ونفيه خارج البلاد، فأخرجه مطرودا إلى مصر. وكان هذا فتحا عظيما لمصر بأن يأتي علامة من علماء الإسلام في ذلك الوقت، وكان له تلامذة عدة، وتتلمذ على يده سيف الدين قطز قاهر تاتار، وتتلمذ على يد الشيخ عز الدين بن عبد السلام، عاشه فترة في دمشق وعاشه فترة في مصر. التقى جيش الفرنج وجيش الشام مع جيش مصر، ولكن في تلك الفترة حدثت معجزة. بتدبير من جماعة دمشق والقاهرة انحاز جيش الشام وجيش إلى جيش مصر، وانقلبت الدفة على صالح إسماعيل، وهزم هو والفرنج هزيمة منكرة. ففرح نجم الدين وفرحت مصر بهذا النصر العظيم، وأقبلت شجرة الدر لكي تهنئ نجم الدين على تلك المعركة التي فاز فيها ونصره الله سبحانه وتعالى على غريمه صالح إسماعيل وعلى الفرنج. نجم الدين كان يريد أن يطرد الفرنج نهائيا أو يدفنهم على أرض مصر، وكان يريد أن يرد التتار أو يدفنوا مع الفرنج أيضا. طبعا نجم الدين لم يشهد المعركة لأنه كان مريضا، وهنعرف هتزيد عليه العلة وإيه اللي يحصل لنجم الدين في الفصول القادمة إن شاء الله. وكان يأمل بأن يلحق الصالح إسماعيل ويقضي عليه، فأشارت عليه شجرة الدر أن يقيم في مصر وأن يرسل جيشه المظفر المنتصر، فكل سيف يضرب من هذا الجيش هو سيفه، وأنما يضرب بيمينه، فيا مولاي يهزم الأعداء في المعارك، ولكن معركة الإصلاح ووحدة البلاد ونهضتها لا يقل قوة عن ميدان المعركة، فميدان الإصلاح لا يقل خطرا عن ميدان السلاح. اقتنع برأيها وأرسل جيوشه لكي تتوالى الانتصارات انتصارا بعد انتصار. فالتقوا بجيش إسماعيل مرة أخرى، وأعيدت الكرة عليهم ولاذوا بالفرار وأفنوهم تشريدا وأسرا،
تواصلت أفراح شجر الدر ونجم الدين بتلك الانتصارات، ولكن حدث حدث أليم عكر صفو تلك الانتصارات، وهو أن مرض ابنهما الخليل إلى أن وافته المنية بعدما لم تجد معه محاولات الأطباء، فقضى نحبه وبذل نجم الدين جهده الشديد في تخفيف الآلام عن شجرة الدر، فقرر إقامة رحلة نيلية لرؤية آثار مصر في جنوب الوادي، وقام معا بتلك الرحلة واستطاع أن يخفف عنها ولو قليلا، وقضوا أياما سعيدة حتى كانت أمسية من الأمسيات لم تدم إليهم الفرحة أيضا، فجاء الخبر مسرعا يقبل بأن نجم الدين تغير وجهه بعدما قرأ هذا الخبر، وتعكر مزاجه أن الصالح إسماعيل هجم على صاحبي حمص وحلب وقتل منهم مقتلة كبيرة، فغضب قائلا لن تشرق الشمس حتى أطير إليه وأفصل رأسه عن جسده. ثم أعطى الكتاب إلى شجرة الدر وهي يقول في غضب: الصالح إسماعيل هجم على حمص، هو لا يريد أن ينتهي من ذلك حتى أنتزع فؤاده من جنبيه، يعني ما أخلع قلبه من صدره، وسأورد إسماعيل مورد الهلاك، هو وسوداء وورد المنى ونور الصباح. ثم خرج على رأس جيشه إلى دمشق، وبتخلص أحداث الفصل على كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.